السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله بإذن الله في هذا الفيديو نحاول ما أمكن أنني نتكلم لكم على البروجي والستاج بالنسبة لشعبة الهندسة المعلوماتية. دونك في الفيديو السابق تكلمنا على دو تي انفورماتيك بصفة عامة، والآن إن شاء الله بإذن الله غنتكلموا على البروجي والستاج. دونك بالنسبة للستاج اللي كاينين، كاينين دو ستاج. الوغ ستاج الاول انه من بعد ما كندوزو السنه الاولى كيعطونا واحد لو ستاج كيتسمى ستاج دينيسياسيون. هاد لو ستاج دينيسياسيون كندوزو لا سوتونس ديالو في البدايه ديال السنه الثانيه، والمده ديالو هي شهر واحد. اما ستاج ثاني كيكون من بعد من بعد الانتهاء ديال البروجي دو فان ديتود اللي كندوزوه في السنة الثانية. دونك ستاج ثاني كندوزو المدة ديالو شهرين. هاد ستاج هذا السوجي ديالو كتختارو لونتربريز. أما بالنسبة لو بروجي دو فان ديتود هو البروجي اللي كتختارو أو بيان اللي كيختارو لي بروف ديال لونيفرسيتي أو بيان ديال ليكول ديالك. هاد لي سوجي هادو كيكونو بروبوزي، كيكون عندك واحد التيم وأبخي أنت والبينوم ديالك كتشتغلوا عليه لمدة 4 أشهر أو أكثر على حسب المدة المخصصة لذلك. أما بالنسبة للسوتنونس فكيكون فيها رابور بلس بريزونطاسيون. لا بريزونطاسيون ما كتفوتش 10 ديال الدقائق زائد دقائق معدودات للمحادثة وللاستفسار حول يعني المشاكل اللي تلقاها الطالب، واش أصلا فهم البروجي ديالو وكيفاش خدموا وكيفاش طوروا. دونك هادشي اللي كاين في هذا لا فيديو، وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في فيديو قادم حول شعب اخرى. تست. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، حديث اليوم سوف يكون عن ظاهرة كذا وكذا.